بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شهر رمضان المبارك، وما بقي إلا يومين مباركة تقريبا أو ثلاثة من عام 1443 من الهجرة، من هجرة النبي العدنان. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اليوم أتكلم مع فريق العمل، وإن شاء الله حنبدأ في حوالي أقل من شهر نبدأ دراستنا التي أعلننا عنها، وهي تابعة لمبادرة نمى العالمية، لمشروع يكلف تقريبا 100,000 دولار وفيه 100 سهم، 100 سهم لمن أراد أن يشارك حتى تكون الفائدة للجميع. أستعرض معكم في هذا الفيديو ما سميناه حسابات سوماث. طبعا ذكرنا سوماث، الاسم هذا أخذناه من صورة عمة أو صورة النبأ عما يتساءلون، وهو وصف دقيق الذي ورد في هذه الصورة عن الطاقة الشمسية. فأخذنا كلمتين من سراجا وهاجا، أخذنا الساء والحرف الاس والدبليو، ساوى سين واو، وبعدين ماء ثجاجة أي يتدفق، أخذنا برضو ماء الميم والثاء من ثجاجة، فأصبح بالإنجليزي سوماث على أساس حسابات، وبالعربي سوماث. فنشاهد في هذا الفيديو أيضا عندنا عنوان اللي هو دوام سماء، أي دراسة وقف استثمارات ماء سماء. طبعا ماء سماء هو اسم للمنتج اللي اسمه بالإنجليزي AWG. طبعا هناك أجهزة تنتج الماء من الهواء، طبعا إما أن تكون بالكهرباء أو تكون بالطاقة الشمسية، يعني الطاقة لها. فلو كانت طبعا معنا في هذا الفيديو كما في هذا الفيديو بالطاقة الشمسية، إذن إنتاج الماء من الهواء أو إنتاج الماء أو ماء السماء بدون كهرباء أو بدون ماء، يعني حتى كده. طبعا هنا بنستعرض في الفيديو المشروع حساباته، و أيضا المساحات وكل المعلومات لهذا المشروع كمثال. طبعا هو ليس مثال يعني كده جزافي، هو ما سنطبقه في أول انطلاق يعني. فهنا سمينا سيد، طبعا هذا اختصار بالإنجليزي اللي هو Solar Energy Economical Data، أي المعلومات أو حسابات طاقة، حسابات الطاقة الشمسية، أو اقتصاديات، حسابات اقتصاديات الطاقة الشمسية، هل هي مجدية؟ طبعا معنا في هذه الدراسة مجدية. نرى طبعا المشروع هذا ليس جزافي، يعني نحتاج، ليس مثال للتنظير إن شاء الله للتطبيق الدراسة. طبعا أي مشروع لازم تبدأ بالدراسة والحسابات وتحديد الموقع وكل شيء، يعني لأنه الاستثمارات ما هي صعبة، يعني ممكن تجي في الطاقة الشمسية. نرى طبعا نحن نحب لو حتى استثمروا ناس خارجيين إنهم يخرجوا، نحب إن المجتمع يعني المكان اللي هو فيه نفس المجتمع يستثمر،
لأنه استثمارات دائمة. عندنا جدول في خلال 10 سنوات العائد أو الادخار 10 أضعاف تقريبا، يعني في مبلغ 10 أضعاف ممكن يؤخذ كقرض. نرى الجدول في آخر هذا، لكن خلينا نتكلم الآن عن السعة والمنطقة. طبعا لم نحدد في مواصفات أخرى اللي هو وجود أرض فعلا، وفي حاجة في بئر وحاجات زي كده. في العموم الأرض مساحتها 2250 متر مربع، وبينا الإنتاج أو المظلة لما تصير مساحتها على المساحة دي حتكون تدي 500 كيلوات أور كسعة. طبعا لو إنتاج 5 ساعات في اليوم فنضرب صارت 500، يعني هي 100 الساعة أو القوة. طبعا لو كانت ب$2000 يعني $200,000. المهم ليس هذا مجال الآن للتفاصيل أكثر من الجدول هذا اللي هو ستارت دوام، وهنا دوام اللي هو وقف إنداومنت. ففي الجدول نرى أنه لو بدأ واحد في 1443، طبعا هذه السنة الصفر، فبعد سنتين 1445 نرى في الجدول أنه يبدأ في رصيده 1200 1440، حتى يعني ما يقدر يستدين، ما في، ممنوع الدين إلين 1453. يبدأ في 1455، يعني عندنا 2 4 سنوات 6 سنوات 8 سنوات 10 سنوات. في بعد 10 سنوات يصبح عنده مجال يستدين بدون أي يعني بدون أي عذر، يعني مش لازم يكون في أحد، لو الكل يستدين يستدين 7000. فلو بدأ ب$1000 $7000 يصير في رصيده بعد 10 سنين. بعد كل سنة يزيد 2000 أو يزيد 1600. بعد 4 سنين يصير 10000، يعني في 14 سنة. في 16 سنة يصير 12000 12 ضعف، يعني يستطيع إنه يأخذ قرض على المشروع. طبعا يردوا ب يعني زي ما تقول، حتى لو رب بده يردوا في 5 سنين في كذا ما في مشكلة، وقت ما يردوا يردوا. طبعا السرق الجدول بدون فائدة، طبعا يعني ياخذ $12000 وبدون فائدة. طبعا السنين امامكم، اكتفي بهذا القدر. وطبعا هذا ليس إعلان للجميع، بس إعلان عن انطلاقة المشروع. طبعا المشروع هذا ممكن بعد سنتين يتكرر يصير 100، لأنه حيصير عليه طلب. والمشروع الهدف منه توطين الوظائف ودعم الناس للرجوع إلى أماكنهم والاستفادة من أماكنهم، وزيادة الاطمئنان لي أو الأمان الغذائي، الأمن الغذائي قصدي. وتصير الطاقة ما هي مشكلة، والماء مو مشكلة، والغذاء مو مشكلة، يعني يوجد من الماء من الهواء، يعني لو حتى ما فيها ماء ما يحتاج أهلها يخرجوا منها، ما فيها طاقة ما يحتاج أهلها يصيروا فقراء ويهاجروا، يعني ما عاد فيه حكاية دولة فقيرة بسبب الطاقة. شكرا، وألقاكم في مزيد من المعلومات عن هذه الدراسة. ممكن كل يوم نضيف معلومة، وشكرا.